ككل صباح يحمل عبد الوهاب محفظته ويشق طريقه مع زملائه نحو المدرسة، طريق صعب بالنسبة لأجسامهم النحيلة بعد صعودهم جبلا ترابيا. ها هم يواجهون خطر الموت. صباح بكري في البرد ونجوم منا وخطاش من ذاك نقطعو وخطاش التران تكون جاية تمشي منا وحنا نخافو تكون جاية نستناوها غير وانت فاتت. تجي التران الوقت تاعها كي تكون جاية حنا نكونو رايحين نقراو وكاينين الدراري تاع التحضيري ما يعرفوش كون تضربهم التران ولا كاش ما يصرالهم. المقبرة هي بلاصتها. درنا بارير بالعساس يا خويا، مانا طالبين حتى شيء. هذا مكان لولادنا، يعني ما احنا باش يروحوا ضحيه في الطريق. لا انا ما نبقاش مع وليدي كل يوم. انا نحبس العمل تاعي نتوقف ونجي نقطعهم ونقطعهم، خايف عليهم وحب خايف عملتهم. كل خطات الصباح تلاميذ كي بكروا او يتحمل الناس يروحوا مقبل. احنا واحد دائما يروح يقطعهم ولادنا، احنا دائما نخافوا على ولادنا، رانا كل يوم هكا كل يوم هكا. التلاميذ يجبرون على عبور السكة الحديدية من دون وجود حاجز أو حارس بالمنطقة، مغامرة يخوضها التلاميذ يوميا لأجل الوصول لحافلة تقلهم للمدرسة. عندنا المشكلة تاع الكار، كانت عندنا كار جديدة نحاولنا جابوا لنا كار مكسرة فيها شكو سانات وفيها الدخان الداخل، الدراري ما يحملوش الدخان. السيد الوالي الجديد هذا ياخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار ويعطينا حافله لتحفظ لنا كرامه اولادنا، لان الحافله كي يركبوا فيها فيها الدخان كارثه تاع الدخان، ما فيهاش الاناره ما فيهاش الاشاره ما فيها حتى شروط تاع السلام. لا حافله نقل صالحه ولا رد واضح من المسؤولين على انشغال قاطن حير جيبيا بعين الدفله، خطر قائم قد يباغت هذه البراءه في اي لحظه، ذنبها الوحيد اختار طلب العلم من وراء سكه الموت.